البنك المركزي المصري قبل اجتماعه وقبل موعده الرسم للاجتماع طلع قرار من حوالي اسبوع برفع سعر الفائده 2%، وعايز اقول لك ده يعني نسبه بشعه كبيره يعني لامتصاص التضخم. وهو كان متوقع والكل عارف ان الفيدرالي الامريكي هيجتمع وهيرفع الفائده، واجتمع الفيدرالي الامريكي ورفع الفائده على الدولار 75 نقطه اساس اي 1.25%، ولسه الفيدرالي هيجتمع تاني ومفروض يزود 0.5%. الزيادات دي بتعمل ايه بقى؟ بتكهرب اسواق العالم. اللي بيستفيد بيها الدولار لانه عمله قويه بتقوى، اي استثمار اجنبي يقول لك بقول لك ايه انا اروح اربط شهادات بقى ولا ودايع انجاز التعبير في البنوك الامريكيه وكلام. خلي بالك البنوك الامريكيه ما بتحاسبش على الوديعه بنفس سعر الفدرالي اللي هو دلوقتي قرابه 4%، اقل من ده شويه. لكن ده بيعمل هزه في الاسواق العالميه، بيعمل هزه في البنوك المركزيه العالميه، بتتاثر بيه البنوك المركزيه في الاسواق الناشئه زي البنك المركزي المصري. لدرجه تقرا النهارده توقع ان احتمال البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم يزود الفايده تاني 1%، 1% ده خراب ديار. اقول لك ليه؟ انت النهارده لو انت شخص عادي حتى رايح تاخد قرض سياره هيدولك ب 11-12% ثابت، بيسموها فلات ريت. طيب لو انت بقى مستثمر حط فيها 2% كمان 14%، انا لسه ما بداتش المشروع. فعجلة الاقتصاد بتتوقف. هل ما فيش حل الا كده؟ يعني البنك الفيدرالي الامريكي كان اعلن قبل كده انه بدايه من اوائل العام القادم سيعيد النظر في مساله الرفع المستمر للفايده وانه هيخفض اسعار الفايده. لكن قرأت تصريح لمسؤولين في الفيدرالي الأمريكي بيعلنوا أن ممكن في أوائل العام القادم يحافظوا على مستوى الفايدة أو يزودوا كمان. طب إحنا رايحين فين؟ للأسف من 20-30-40-50 سنة عمرنا كمواطنين ما كنا مهتمين لا بفيدرالي امريكي ولا بنك مركزي مصري يعني، والدنيا كانت ماشيه وزي الفل. لكن اصبحنا في الايام دي وبيسموها ايام انثقال ان احنا لازم نتابع ده، لازم تعرف ان قرار الفيدرالي الامريكي هينعكس عليك هنا وانت قاعد في بلدك في مصر. شرح اكثر مع ضيفي عبر الهاتف الخبير الاقتصادي استاذ هاني جنينه. مساء الخير استاذ هاني. حضرتك سامعني؟ انا سامع حضرتك كويس يا فندم، وطبعا اقول لحضرتك ماذا يعني هذا القرار. ايوه اتفضل. احنا رايحين على فين؟ نعم. القرار طبعا يا فندم في حد ذاته كان متوقع ان الفيدرالي الامريكي هيرفع ب1.25 الى مستوى حاليا قرابه 4%. نعم. احنا بنتكلم عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين السنه اللي فاتت يعني 21 الفايده في امريكا وتقريبا على مستوى الدول المتقدمه كلها كانت قرابه الصفر. فاحنا طالعين من صفر دلوقتي في امريكا 4%، اوروبا من صفر ل1.5، المملكة المتحدة من قرابة الصفر إلى 3%، كله رفع يا فندم مرة واحدة. طب نعم. أمريكا بالذات بتؤكد ليه؟ لأن الدولار هو من أكثر العملات متداولة عالميا، يعني ممكن بنتكلم إن هو يمكن تلتين من أحجام التجارة العالمية. فبالتالي لما بيحصل إن الفيدرالي الأمريكي زي ما حضرتك شرحت بالظبط يا فندم بيرفع الفايدة، بيحصل حاجة، بيحصل تخارج للاستثمارات على مستوى العالم ورجوعا من كل الأسواق الناشئة أو أسواق متقدمة أخرى رجوعا إلى الولايات المتحده الامريكيه زي ما حضرتك قلت بيحطوها وديعه او ايا كان او استثمارات اخرى. فبالتالي ده بيعمل مش عاوزين بقى نقول يعني شح ولكن نوعا ما غلو او ارتفاع في سعر السيوله الدولاريه على مستوى العالم، يعني لو انت عاوز دولار هتضطر تستلفه بسعر عادي. بالتالي ده بيؤثر بقى على الاسواق الناشئه كلها وعلى فكره يا فندم على الاسواق المتقدمه ايضا، وممكن ادي مثال بسيط جدا للمشاهدين. اليابان يا فندم اللي هي المفروض يعني ثالث اقوى او ثالث اكبر اقتصاد في العالم، امريكا الصين اليابان. اليابان الين الياباني منهار هذا العام، وانا متعمد اختيار كلمه منهار لان هو فعلا منهار حوالي 30%. نتيجه ان اليابان الفايده فيها يمكن ما اتحركتش من اول السنه قرابه الصفر وامريكا بقت 4%، فالفلوس خرجت من اليابان راحت امريكا، فمش ماسك الاسواق الناشئه يعني.
بس يا فندم ده شرح مختصر، لكن احنا لو ركزنا على مصر اكتر. عايز بقى ارجع على مصر، هيشوف تاثير القرار ده علينا ازاي، وقال احنا لسه في حمل نتحمل ان المركز المصري يزود 1% كمان على الفايده. اقول لحضرتك حاجه، للاسف زي ما حضرتك قلت ده بيؤلم المستهلكين اللي عاوزين يستلفوا يجيبوا مثلا سلعه استهلاكيه، او المصنعين اللي عاوزين يستلفوا يجيبوا معدات انتاج او خلافه، ولكنه زي ما تقول يا استاذ محمد كده شر لابد منه. ليه بقى؟ احنا بنقول دلوقتي يا فندم ان الفيدرالي لما رفع 75 نقطه اساس او 1.25% كان الاهم مش الرفع، ولكن الاهم تصريح محافظ الفيدرالي الامريكي ما بعد الرفع. التصريح طلع فيه الاتي، تصريح طلع فيه انه متوقع يستمر على نفس الوتيره في الرفع، يمكن يقللها من 75 ل 50، ولكنه ذكر بمنتهى الصراحه ان هناك رفع اخر لعده مرات. احنا كنا متوقعين ان بنهايه السنه خلاص، وان الرفعه الجايه دي اخر زياده، بس قلنا وان من اول يناير هيبدا يخفض. مظبوط جدا. فجئنا بتصريح بيقول لك لا انا ممكن اكمل كده. اقول لحضرتك حاجه، ده احنا كنا المفروض يمكن كان ملمح قبل كده ان هو هيوصل لـ 4.5 او 4.6 بالكثير، احنا 4 دلوقتي، ففعلا زي ما حضرتك بتقول رفعه كمان دلوقتي. طب توقعات الاسواق يا فندم عالميا معديه ال 5%، يعني بيقول الفيدرالي هيعدي ال 5 وممكن يوصل 5.5 وممكن يوصل 6%. بس ده كده هيبقى شلل تام في الاقتصاد العالمي. ده اكيد. عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا النص الاولاني من العام القادم ويعني متوقع حتى هذه اللحظه لا هيبقى في اقول ضغط على الاقتصاد العالمي، وبالتالي ضغط على الاسواق الناشئه، ولا بد ان مصر طبعا هتضطر تجاري هذا الرفع حتى لا يعني ما ينضغطش على الجنيه المصري، يبتدي الناس برضو ما. طب خلينا نبسط المسائل، هل العالم كله هيبقى قاعد حاطط ايده على خده يشوف الفيدرالي هيعمل ايه؟ يعني مفيش لقاءات، مفيش اجتماعات، مفيش دبلوماسيه تليفونات، الاقتصاد العالمي كده هينهار مره واحده. انا متفق مع حضرتك، لكن للاسف يعني اللي احنا شفناه على مدار السنوات او العشر يعني العقود الماضيه ان امريكا هي اللي بتزق العالم ناحيه الدبلوماسيه، يعني امريكا بتحرك العالم وليس العكس، وليس العالم الذي يحرك امريكا. امريكا بالنسبه لها يا فندم هو اقتصاد ربع العالم، يعني ربع اقتصاد العالم هو الاقتصاد الامريكي، وامريكا بالنسبه لها التضخم هو شبح لابد من محاربته، فبالتالي بالنسبه لهم لا يعني لهم. طيب يعني السؤال، هل نجحت هل نجح الفيدرالي الامريكي في تقليل وتيره التضخم بعد قراراته برفع اسعار الفايده المستمر؟ أقول لحضرتك حاجة، حتى هذه اللحظة الخبر الوحيد اللي طلع يمكن من ساعات قليلة بيقول إن يا دوبك ابتدينا يبقى فيه أثر، هو ارتفاع معدل البطالة في أمريكا من 3.5% في سبتمبر إلى 3.7% في أكتوبر، يعني معدل البطالة ابتدى يطلع شوية صغيرين، معنى كده الاقتصاد بدأ في التباطؤ، ولكن هناك مؤشرات أخرى بتقول إن الاقتصاد الأمريكي ممكن يتباطأ العام القادم، زي مثلا يا فندم طلبيات اللي هي التمويل العقاري. الناس بتروح تطلب طلبيات انها يمولوا مثلا يشتروا شقه او فيلا او كده. هذه الطلبيات بنقول انها قرابه يعني اقل مستوى لها من حوالي 25 عام، يعني الناس خلاص بطلت تروح تستلف من كتر ما الفايده على التمويل العقاري ارتفعت. فهناك مؤشرات بتقول الاقتصاد الامريكي العام القادم ممكن يتباطأ، لكن حتى هذه اللحظه باستثناء معدل البطاله اللي ارتفع يا فندم، كل بيانات اللي وارده من امريكا بتقول الاقتصاد الامريكي بمنتهى البساطه مشتعل بالنشاط والحيويه، وده امر غريب جدا على فكره، مشتعل بالنشاط والحيويه، فبالتالي الفيدرالي يعني اخذ على عاتقه انه هيستمر حتى يكسر معدل التضخم الى ال 2%، هو حاليا 8%، فقدامه مشوار لسه طويل للاسف يعني. وضع الاسواق الناشئه ومن بينها مصر هتتعامل ازاي البنوك المركزيه في الاسواق الناشئه؟ معظمهم يا فندم في الاغلب هيبتدي يرفع الفايده تاني، هو في عدد كبير منهم رفع الفايده. الاسواق الماليه على فكره مهتزه بشده، نتكلم على سوق الاسهم منهار في عدد من الدول خاصه في دول اسيا المتاثره بشده جدا. اعتقد الفتره الجايه هيبقى في رفع فايده، انخفاض في اسعار الاسهم في بعض هذه الدول، والاسواق الناشئه للاسف لازم هتجاري، لان البديل الاخر ان اسعار العملات في الاسواق الناشئه هتستمر في الانهيار. عاوز ادي لحضرتك بس رقم صغير، ان اليوان الصيني اللي قاعد مستقر لسنوات طويله نزل السنه دي حوالي 13%، والبنك المركزي الصيني اللي هو عنده احتياطي واحد من اكبر احتياطات العالم 3.3 تريليون دولار استخدم تقريبا يعني داخل على 400 مليار دولار للدفاع عن اليوان. تخيل يا فندم 400 مليار دولار، يعني هو استخدم 300 وشويه لمجرد الدفاع عن سعر الصرف. الضغط على الصين اللي هو اكبر الدول العملات في الاسواق الناشئه ومنها الجنيه المصري متوقع انها تتراجع؟
اعتقد يا فندم لازم انها تواجه هذه الموجه من امريكا بما يسمى مرونه، يعني لازم تمتص الصدمه، ما ينفعش ان العمله بتاعتي تبقى ثابته قصاد هذا بمزيد من الانخفاض. خلي بالك طبعا. الجنيه تراجع 45% من مارس حتى الان. انا فاهم طبعا، لكن زي ما بقول لحضرتك احنا بنتكلم على الين، هي دوله مصدره ودوله يعني ثالث اقتصاد في العالم، وتراجع الين الياباني 30%، فما فيش الين 30، اليورو الجنيه الاسترليني 21 تمام تقريبا، اليورو برضو من 15 بالظبط يا فندم. لا احنا بنتكلم على عملات كبرى، يعني اقتصادات كبرى يا فندم، ونازل ده اليوان 13%، فبالتالي الجنيه المصري معرض ان هو ينزل تاني، لكن البنك المركزي المصري لديه من الادوات ان هو يقلل هذا النزول زي ما قلنا. انا اتوقع انه هيرفع الفايده، وعلى فكره يا فندم ما اعتقدش هيرفعها 1% فقط، اعتقد البنك المركزي ممكن يفاجئنا برفع قوي 2% اخرين يعني فوق ال 2%. واذكر حضرتك 2% هيبقى تخفيض لقيمه الجنيه تاني. لا ليه؟ ليه؟ احنا 2% رفعنا الفايده، وممكن نطرح بعد كده البنوك تتشجع تطرح ممكن مثلا شهادات قصيره الاجل باسعار فايده مرتفعه، نشجع الناس ان هم يحتفظوا بالجنيه المصري، فبالتالي يحصل توازن في السوق، الجنيه المصري ما يستمرش في النزول. اشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي استاذ هاني جنينه. يعني جزء منه ان انت تعرف ايه اللي بيحصل بره، لانه ده بينعكس علينا هنا. الجنيه اللي انت شفته امبارح، الدولار شفته امبارح ب 24 جنيه وربع، وارد تشوفه باعلى من كده الفتره الجايه. ده دور بقى الشغل، الانتاج، التصدير، البنك المركزي، مش حاجه واحده، لازم اكتر من اداه تشتغل.